الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو بدر شاكر السياب، شاعر عراقي مواليد البصرة عام 1926، وتوفى في عام 1964، يعني عاش 38 سنة فقط. لديه الكثير من الكتب الشعرية، قصائده كانت تترجم لعدة لغات، قصائده أصبحت تدرس في المناهج الدراسية. في بداية الخمسينات في القرن الماضي كانت في اضطرابات سياسية في العراق، وبسبب هذه الاضطرابات عزيزي المشاهد أدت إلى ركود اقتصادي، وساءت الأحوال الاجتماعية في العراق وتألم العراق. بدر شاكر السياب كان جالس في بيته في البصرة على شرفة المنزل، كان حزين جدا عزيزي المشاهد، ينظر إلى النخل والنار، وكان يدخن بشراهة ويرتشف القهوة حتى ألهبت مشاعره، وهو يتمعن بالنخيل، وكل نخلة لها عطرها الخاص وإحساسها الخاص. ولكن جمال العراق عزيزي المشاهد لا يضاهي عطر ولا لون ولا إحساس، وهو ينظر للعراق، والعراق كان يتألم بصمت. تصارعت أفكاره وتبعثرت آماله وتلملمت مشاعره، كتب إنشود حزينة جدا هي إنشودة المطر. أرسل رسالة بأن العراق قد يصاب بالنكسات ويصمد ويسقط كي ينهض من جديد. توفى الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في الكويت في المستشفى الأميري، تم نقل جثمانه إلى البصرة ودفن في مقبرة الحسن البصري في عام 1964، رحمة الله عليه رحمة واسعة. كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود، لا بد أن تعود.